suite à une vision un petit peu de la manière qui fâche le masque. Donc, en fait, j'ai fait quelques petites recherches qui fâche le masque. Et donc, il n'y a pas mieux que l'OMS, mais je n'arrive pas qui fait le masque. Alors, le masque, il sert à protéger les gens, surtout nous qui connaissons une insan malade, il est obligatoire. C'est-à-dire qu'une insan est malade ou n'a aucun symptôme. Il peut éventuellement mettre le masque. Mais le plus important, pour les gens qui sont contaminés ou la libdaï des symptômes, même si c'est des symptômes grippe ou une grippe, ça, il n'a pas la confirmation de le corona COVID-19. Il est préférable d'annuler le masque car il protège les différents membres les connaissent, que ce soit la famille ou la habab. Alors, qu'est-ce qui fait que le masque? Premièrement, on a vu que beaucoup de gens utilisent le masque. يرام يخدموا يعني يديروا مبادرات وكثر خيرهم ومشكورين لهذا الشيء باش يوجدوا لي ماسك ولكن اون افي بليزيور اتوليي شفت باغ اكزومبل ان اتوليي وين الناس ما لابسه لي غون ما يدير تعقيم ما والاخر دونك اذا كاين واحد يعمل في المصنع هذايا من الافضل من الافضل يعني كما يقول لك هو ناوي الخير وباش يخدم لي ماسك من الافضل انه ماشي من الافضل من الاجباري انه يعقم يديه انه ينيطواي انه يلبس هو بذاته الماسك باش ما يكونتامينيش كي يكون يخدم وان انه الماسك على لا فان من الافضل ان يديروا له امتي صاشي يغلقوه هذاك الصاشي هذا كيولي هو اللي يكون اون كونتاكت يعني وقتاش الناس تولي توشي الماسك كي الانسان اللي راح يستعمله ماشي باغ اكزومبل نسربوا الماسك باليدين وبالك حنا رانا كونتاميني بالك في الورشه راهو كونتاميني دونك لازم يديروا هذا الاجراء تري رابيدمون او نيفو لي فابريكون تاع لي ماسك باش نقدروا نطيحوا في دي ماسك يكونوا نقيين وما يكونوش هما الفييكول نعطيو سيناريو ايماجينو واحد في الفابريكا دي تاع لي ماسك يكون مكونتاميني راح يكونتاميني لي ماسك وهاد لي ماسك نزيدو حنا نلبسوهم دونك يولو اوتوماتيكمون الفيروس يحكم فينا مباشره ولا في لا ديستريبيسيون تاع لي ماسك الناس راح ديستريبيوي لي ماسك ترفد الماسك وتمدهولك دونك لا مانيير اللي راح يمدهولك ايماجينو الانسان هذا راهو حامل الفيروس هذايا وماهوش يبانوا عليه الاعراض لي سيمبتوم راح يمد الماسك للناس والناس راح تلبس دونك من الافضل انه يكون دون دي بوتي ساشي كيما هكا سادير كوين انا اللي راح نستعمل نوتيليزي ديريكتومون لو ماسك ماشي من جهه واحده اخرى داكور دونك هذه الاول الو لو ماس واش تقول دونك لو ماسك من الافضل انه يكون قلنا ان بوتي ساشي ماهوش شرط انه الاخر كيكون في الورشه خادمين يخدم لو ماسك ويحطو ان بتي ساشي كونجيلاسيون ولا يحطو يغلق عليه كي يسربي الماسك يتسربا يكون نقي ويتسربا نقي مباشره هكا بيسك الفيروس يقدر مثلا كي يكون الماسك تمتم يديستريبيو شفنا بلي يقدر يدير ان كونتاميناسيون كرواز الوغ كي نجي انا راح نستلم الماسك وراح نلبسو واش راح ندير نعقم يديا دونك من الافضل انه نغسلهم واذا ما عنديش جي ان جيل هيدرو الكوليك نستعمل نعقم يديا اذا عندي لو ساشي ندير شويه فوق لو ساشي باش نمسحو ديريكتومون ونجبد لو ماسك ديالي مباشره دونك كي نجبد لو ماسك عندي ان سونس لو ماسك هذا اللي راه يتسربا دونك عندي ان ماسك هذا بافيت وكاين دوطر ماسك اللي يقدروا بريسكو تو لي ماسك يقدروا نستعملوهم بيسك لو فيروس كبير يعني ما يمرش في لي ماسك سبيسيالمون الجماعه اللي عندهم في سيكتور لا سونتي والاخر هما عندهم دي ماسك سبيسيفيك لانه راحين يخدموا لا شارج فيرال تكون قويه يعني هما راهم كونفرونتي ونشكرهم من العمل اللي راهم يديروا فيه عمل جبار وهو تجنيد لهذا الشيء وان شاء الله كما يقول لك جازهم عند ربي وان شاء الله يكونوا شجعه وبارك الله فيهم دونك بور نو حنا لي سيفيل دونك نلبسوا الماسك هذا d'une manière à ce que nous gâteaux toutes les zones directement mais le hunjara ou l'anf. Alors, haka, logiquement, je suis protégé ainsi un segmo au niveau de l'arbre. Alors, une fois qu'il biste le masque d'yali, donc, حنا راح نتفاداو دي جاست مثلا يحك يدير الاخر وعلى هو البروبليم ماهوش في الايدي البروبليم انه عنده الفيروس هذا راح يدخل في الفم ولا يدخل في الاخر دونك اذا يدي تكون كونتاميني ومن بعد يبدا نحك منها ولا نحك منها ولا نسي الاخر ولا نحي قهوه ولا نبدا نحي له هكا ونطلع ولا يعني الفيروس اذا كان هو من خلال الماسك راح غير نبدا نخلط في الماسك يقدر يدخل عندي لداخل دونك هذا سي تري امبورطون
اللي لازم نحطو ومن بعد نبدا نستعمل لو ماسك تاعي اون فاس لاخر. ان مومون نهار اللي نحب نخرج الماسك نحي الماسك تاعي مباشره، حنا عندنا هذا الجست تاعي يهبط ويطلع، ما لازمش ندار بيسكو الفيروس اذا كان فيه، اذا مثلا هبط هكذا او الفيروس يطلع ديريكتومون عندي فيه راح نشم اوتوماتيكمون لا سيرفاس اللي تكون لهنا. دونك من الافضل انه كي نحي الماسك نحيه دو سيت مانيير ونجبدو على الحوايج ديالي مباشره، ساشون كو نروح نديه ديريكتومون لا بوبال ولا الجهه وين يكون مغلوقه. علاش نجبدو؟ باش الفيروس ما يروحش على حوايجي، وما كون ندير هكذا ما نقدرش نشمو. دونك جيفيت لو كونتاكت باش كيكون بوتونسيالمون شارجي، في حاله وين يكون بوتونسيالمون شارجي ندير الوقايه تاعي باش نحيه ونحطه ونرميه. نرميه ماشي فوق طابله ولا باش يقدر يكونتاميني واحد اخر، كون نرميه فوق طابله دونك نرميه ديريكتومون في لا بوبال. كي نكمل هاد لوبيراسيون نعاود نقبل جالي دروا الكوليك اي جو مي ديزانفكت لين داكور. دونك هادي لا بروسيدور دو بور دو ماسك، سني با موا، سي دي ريفيرونس كي سون سيتي في لوماس، موجودين في سيت انترنت تاع لوماس كومون لوزاج تاع الماسك. داكور مشكورين، وان شاء الله بارطاجيو باش الناس تكون واعيه، ولي فابريكون من فضلكم من فضلكم من فضلكم باش ما تكونوش نتوما لي فيكتور والناس اللي راهي تسربي في لي ماسك، ادو الطلبات اللي كاينين. الوغ سور فيسبوك تو فابريكون، انا بيرسونيلمون جو ترافاي بوكو في لا نورماليزاسيون دون تو سكي ايزو 9000 ايزو 22000. اذا فيه سؤال اذا فيه ريسك اسيسمنت ولا الفيسبوك تاعي ولا هنايا فو بوزي لي كيسيون اي جو ريبون، وان شاء الله ان شاء الله مشكورين. والوقايه الوقايه 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 وربي يقدرنا ان شاء الله. بوتي ميساج اوسي اوز اوتوريتي، لو كونفينمون سور لو باتو اي تي في، نلاحظوا بلي كاين اجراءات اللي بدات تتاخذ. الحمد لله نحمدو انه هاد الاجراءات راح يقللوا من لو ريسك دانفيكسيون اي كونتاميناسيون، ومشكورين لي زوتوريتي سور سا. وان شاء الله كيما قلنا سي ان ترافاي دو توس، يفو كو توس اون سيد باش نقدروا نقاوموا هذا الوباء. شكرا.